في يوم 8 أغسطس اللي فات حضرت جميع عضوات بلاك بينك الأربعة فان ميتن للمعجبين، وده كان للاحتفال بالذكرى التامنة. والفان ميتن ده حضروا 88 معجب فقط، وشاركت معاهم العضوات خططهم للمستقبل سواء فردية أو جماعية. وبالتحديد ليسا وضحت إن في احتمال كبير إنها تحضر السنة دي حفل توزيع جوائز الـ MTV العام 2024، وإن أغنيتها التعاونية قادما يوما هتكون بتصميم رصاص سهلة وأكتر أنوثة من أغنية روك ستار. أما جيني فأكدت على إن ألبومها المنفرد القادم هينتهي قريبا وكمان هيتم إصداره قريب جدا. وشاركت جيني مشاعرها وقالت: أشعر وكأنني أستعد للامتحان، كمان ألبوم جيني بيحتوي على كل حاجة الجمهور بيحلم بيها. أما بيروزي فهي كمان أكدت على إن ألبومها الفردي هيتم إصداره قريب جدا وهيضم أغنية فامباير هولي، ده غير إن ليه طابع مصاص الدماء. ومن الناحية التانية جيس قالت إنها مش متأكدة من غنائي وسط مشاريعها الدرامية الجديدة، ولكنها بدأت بالفعل العمل على تاني ألبوم منفرد ليها. والشيء بقى اللي فرح البلينك أكتر إن جميع العضوات أكدوا على إن ليهم عودة جماعية في عام 2025. ورغم الأخبار الحلوة دي، ولكن امبارح شارك موقع نتبان الكوري مقال بعنوان محبط جدا، وهو روزي وجيني من بلاك بينك هما كياس الملاكمة في الكيبوب، لما النساء تتعرض للكراهية مرة أخرى. وخليني أقول لكم إيه هو اللي كتب في المقال ده بالظبط. في الوقت الحالي فضيحة شوج عضو BTS هي موضوع رأي عام في كوريا، وده من بعد ما قاد سكوتر كهربائي تحت تأثير الكحول. كمان اتكتب بالمقال إنه كعادة أغلب الأرمي بدأوا في رمي اللوم على النساء بدل من محاسبة فنانيهم، وده اللي كان واضح جدا في حالة شوجا. فالأرمي بدأوا في رفع هاشتاج تحدي روزي وتحدي جيني على التويتر، ده غير إنهم شاركوا صور جديدة لعضوات بلاك بينك كلها تنمر كالصورة دي لروزي، قالوا إنها قبيحة جدا ودانها كبرت، وانتقادات تانية كتيرة جدا. وده اللي أكد لينا أكتر إن دايما جيني وبلاك بينك هما كبش الفدا، فأي حد عايز يغطي فضيحة فنانه المفضل يستخدم جيني وهي عضوة في بلاك بينك. وكل ده لفت انتباه الناس عن فضيحة شوجا الخطيرة، ومن هنا رد الجمهور الكوري على الكلام ده وقال إنه شيء حزين جدا محاولة توريط نجمتين ملهمش علاقة بالموضوع ده نهائي، وإن أفعال الأرمي بقت سيئة جدا وغير متحضرة تماما. وإنت كمان شاركني في التعليقات هو رأيك.